وسط تهليل لافت، أعلنت هيئة قناة السويس عبور باخرة إنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال FPSO القناة بنجاح بعد رحلة استمرت نحو 26 المياه الفلسطينية المحتلة إلى وجهتها في حقل كاريش الواقع نصفه في المنطقة التي ينازع العدو الإسرائيلي لبنان عليها. الخبير النفطي قاسم غريب شرح المهام التي ستقوم بها الباخرة خلال الأشهر المقبلة. هناك ثلاثة أبار إنتاج حفرت وجهزت في وقت سابق. هلأ سفينة الإنتاج وصلت إلى المياه الفلسطينية المحتلة. هلأ صار في رح يصير في ربط لا أبار الإنتاج هذي عبر رايزرز بيسموهن بسفينة الإنتاج. عند هذه العملية ستستغرق 3 إلى 4 أشهر. هلأ عندما يبدأ الإنتاج ماذا سيحدث؟ يبدأ إنتاج الغاز والنفط السائل الممزوج بالغاز من الأبار الثلاثة. بيصير في فصل للنفط السائل بيسموه كوندنسيت من الغاز على ظهر السفينة. هذا النفط السائل يشحن بسفن تصدير يصدر، والغاز يشحن عبر انبوب الى الشط الفلسطيني حيث يربط بشبكة الغاز بالشط الفلسطيني. شمال كاريش يقع شمال الخط اللبناني 29 بكامله، وجزء من كاريش الرئيسي الذي سيبدا الانتاج منه الان يقع شمال الخط اللبناني 29. لمن لا يعرف، الانتاج سيبدا وجزء من الإنتاج سيأتي من شمال الخط اللبناني 29. تتجه الأنظار نحو رد الفعل اللبناني، فالصمت الذي يناسب الإسرائيلي الباحث عن سوق أوروبي لغاز فلسطين المحتلة سينعكس سلبا على لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية. أي مسؤول لبناني عم يحكي بأنه الخط اللبناني 29 هو بالمبدأ اللبناني وهو ومفاوضات وهو خط تفاوضي، خلينا نشوف على الأرض شو فينا نعمل. يعني السيف أصدق إنباء من الكتب. المسألة الوحيدة التي تعيد خلط الأوراق هي توقيع المرسوم 6433، وهي دعوة إلى المجلس النيابي الجديد إلى العمل، ممثلي الشعب يعني بكامل أطيافهم إلى العمل على هذه المسألة. وعلى توقيت وصول الباخرة، تحدثت بعض الصحف عن زيارة مرتقبة للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان في وقت نفت فيه مصادر مطلعة على الملف علمها بهذه الزيارة. بتصور إن زار هوكشتاين أم لم يزر مش راح يغير شيء عنا، يعني بمعنى مش هوكشتاين الحفاظ على الثروات والإرادة الوطنية غائبتين بلبنان، يعني ما في إرادة بلبنان للحفاظ على الثروات. هلا هوكشتاين وصول زيارته لا يعني على الأرجح بتوقيت وصول الباخرة يعني معناته يا لبنانيين هذا الأمر صار وراكم. لم يعد إنتاج الغاز من المنطقة المتنازع عليها احتمالا، بل بات أمرا واقعا فرضه العدو الإسرائيلي، ويستدعي تحركا لبنانيا عاجلا لحفظ الحقوق والثروات النفطية، أو على الأقل لحفظ ما تبقى من ماء الوجه.